نكمل مع بعض يا أولاد الحصة التانية عندنا في عملي الـ CNS. والحقيقة الحصة التانية دي دايما وأبدا حصة ملهاش لازمة الحقيقة، يعني مش مهمة أوي. يمكن ممكن تكون مهمة فيسيولوجي، ممكن تكون مهمة أناتومي، لكن بالنسبة لنا أو بالنسبة لأي عقل بشري مش هتبقى مهمة يعني بالشكل اللي أنت متخيله، لسبب بسيط جدا. إنه أنا ما ينفعش أقولك على حاجة مثلا تراك معين زي ما هنشوف حالا أقول لك ده اسمه كذا بدون ما أعرف وظيفته. يعني أنت لو هتربط الكلام اللي هنقوله بالوظيفة هتاخد يعني معلومات قيمة، إنما طول ما أنت بتعرف الحاجة بس بدون ما تعرف يعني تفاصيلها أو دي إيه ودي عشان إيه، فأنت عمال تحفظ كلام ودي مش عارف تيكتو سباينال ودي سباينو أوليفري وسباينو سلامك طب ماشي وظيفته إيه ولا الكلام ده؟ لا ده مش علينا، فطبعا ما ينفعش يعني. لكن مش مشكلة، احنا هنعدي عليهم بسرعة ان شاء الله بإذن الله، حاجات بسيطة تيجي في الامتحان. الاول كده يا اولاد خلينا نكون مع بعض. السباينال كورد، السباينال كورد اول حاجة لازم تعرفها لما تجيلك العينة تعرف ان ده سباينال كورد اصلا، لان في حاجات تانية برين ستيم اللي هو ميد برين وبونز ومظلة. طب ايه اللي بيميز السباينال كورد عن البرين ستيم؟ وجود حرف الاتش ده. حرف الاتش ده اينما وجد اعرف ان انت جوه سباينال كورد. خلاص ده حرف الاتش اهو، تمام، وادي حرف الاتش اهو، وادي حرف الاتش كده. في حين ان العينات بتاعه البرين ستيم ما بيبقاش فيها حرف اتش زي ما هتشوف. يبقى خطوه رقم واحد، اول ما اشوف حرف الاتش انا عرفت ان انا في سباينال كورد. طيب عندي بقى ثلاثه ليفل، في قطعه كده في السيرفايكال فوق، وفي قطعه في الثوراسيك في النص، وفي قطعه في اللمبر سيجمنت اوف سباينال كورد، وبرضه ايه بتكون موجوده تحت. التلاته فيهم اتش. بس بص كده معايا، القرنين اللي ورا دول، ده بالمناسبه اي حاجه ناحيه هنا بتبقى بوستيريور، واي حاجه ناحيه قدام هنا تبقى انتيريور، تمام؟ حلو قوي. الاتنين اللي ورا دول يا ولاد، تمام، بنقول عليهم بوستيريور هورن، قرنين ورا بوستيريور، والاتنين اللي قدام دول انتيريور هورن. دايما معروف ان البوستيريور هورن بيكون سنسوري والانتيريور هورن بيكون موتور. افتكر دايما الجمله دي كانت حتى بتتقال لنا واحنا طلبه، انت بتحس بظهرك، بتحس بظهرك. يعني ايه؟ يعني البوستيريور ده دايما سنسوري، واللي هنا دي خلايا، يعني اللي جوه الاتش شيب جراي ماتر دي خلايا، في حين ان الجزء اللي بره الاتش شيب دي كلها سلوك زي ما هنشوف حالا، سلوك طالعه او تراكت، تراكت يعني سلوك يعني. اوكي طيب ركز معايا يا ولد، يبقى البوستيريور ده سنسوري، الانتيريور ده موتور، يبقى ده الموتور بتاع السيرفايكال، وده الموتور بتاع الثوراسك، وده الموتور بتاع اللمبر. بص بقى عليهم كده عشان نخلصهم اول ما حضرتك ملاحظ انهي موتور اكبر، بتاع السيرفايكال ولا الاتنين بتوع الثوراسك ولا الاتنين بتوع اللمبر؟ قطعا اكيد اللمبر اضخم حاجه. لو لقيتهم كبار قوي كده اعرف ان ده اللمبر سيجمنت. ليه اللمبر سيجمنت الانتيريور هورن بيكونوا كبار؟ لان الانتيريور هورن بتاع اللمبر سيجمنت دي بتدي عضلات اللور ليمب، وعضلات اللور ليمب طبعا عضلات كتيره وضخمه والشغل بتاعها قوي جدا، في حين ان السيرفايكال بتدي عضلات الابر ليمب والبريكيال بليكسس، وبناء عليها هي عضلات محترمه بس مش زي اللور ليمب، فعشان كده الانتيريور بتاع السيرفايكال اقل من الانتيريور بتاع اللمبر. طب تعالى بقى الثوراسيك، الثوراسيك بقى بيدي عضلات ايه؟ يعني الانتركوستال ماسل بيدي عضلات تعبانه جدا موجوده حوالين القفص الصدري عندك، وبناء عليه زي ما انت شايف بتكون الانتيرور هورن كده حاجه الا ملهاش لازمه قوي. يبقى بص يلا واحده واحده معايا، خطوه رقم واحد دور على الاتش، لقيته يبقى انت في سباينال كورد. خطوه رقم اتنين بص على الانتيرور هورن، لقيتهم ضخام قوي 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 كده يبقى ده لمبر، لقيتهم يعني ها وسط يبقى ده ايه سيرفايك، لقيتها الا كده صغيره يبقى ده ثوراسك. اتفقنا؟ طيب تعال نطبق الكلام ده. ده الانتيرو او دي اتش شيب اهي، يبقى انا في سباينال كورد. طيب ده ما يمشيش لمبر، اوكي، لان دي يعني ما تعتبرش. انا عايز اوريك الاول الا عشان تبقى عارف دول ايه. دي شايف تحس ان الاتش شيب صغيره خالص خالص خالص، وبناء عليه دي ثوراسك. طيب انا عارف ان في طلبه منك هيقول لك يا دكتور طب ما دي تقريبا نفس الحجم بتاع السيرفايكل. انا هبسطها لك. الاول استبعد اللمبر بره الموضوع، اللمبر اهي
ما شاء الله، يعني anterior horn حاجة يعني معظمة. خلاص دي معروفة إنها لمبر، سباينال كورد لمبر ليفل. سباينال كورد عشان في حرف ال H، ولمبر لأن ال anterior horn ضخام قوي. فاضل بقى أفرق بين السيرفايكال وبين السيرفايكال والثوراسيك. لو لقيت ال H shaped في البوستيرور هون بتوصل الأطراف، يبقى معنى كده إن ال H كبيرة، فده سيرفايكال. إنما لو بصيت على الثوراسيك إلا وصغيرة قوي، ما بتوصلش الأطراف بتاعة السباينال كورد، فاهمني؟ فالسباينال كورد بتتعرف الثوراسيك ليفل بإنه حرف ال H وإلا كده في نفسه. البوستيريور الانتيريور مش كبير، مش زي اللمبر، والبوستيريور صغير قوي ما بيوصلش لايه للباك. فهمنا كده يا اولاد؟ يبقى احنا عرفنا كده التلاتة. يبقى تعالى كده نرجع برضو للصوره المجمعه بتاعتهم اهي. الاول بطلع اللمبر بره اللعبه انه اكبر انتيريور هور. بعد كده باجي على الاتنين دول، ممكن انت ما تاخدش بالك اذا كان الانتيريور ده اكبر من ده، لازم يبقوا الاثنين قصاد بعض. طب انا هيجي لي صوره واحده بس، اعمل ايه؟ بص على البوستيرور هورن، لقيته الا وصغير وما بيوصلش الاطراف يبقى دي ثوراسيك، لقيته طويل وبيوصل للاطراف يبقى ده سيرفايكل. ماشي، وبناء عليه تعال نبص الصوره زي دي. اتش شيبد يبقى ده سباينال كورد. هل ده منظر اللمبر؟ لا يا دكتور، مش منظر اللمبر. يبقى اللي قدامي دي يا سيرفايكل يا اما ثوراسيك. هتبص تلاقيها بتوصل للاطراف اهي، بتوصل للاطراف، يبقى دي سيرفايكل. حلو كده. طيب دي بقى الحته اللي بقول لك ملهاش لازمه، اللي جايه دي بقى. هو هيسالك يقول لك او يجيب لك الرسمه اللي قدامك دي ويسالك على البيانات. بص يعني هو برضو زي ما بقول لك، ايه قيمه ان انا اقول لك ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده إيه، وده إيه، بدون ما اقول لك وظيفتهم؟ احنا بنحفظ اي كلام على الفاضي. بس احنا هنحاول نجيب الحاجات المهمه يعني. يعني مثلا من الحاجات المهمه الاثنين اللي ورا دول، الجراسيل والكونييت. دايما الجراسيل هي اللي جوه والكونييت بره، وهنا برضو الجراسيل والكونييت، فدول باينين مهمين. ما بين الجراسيل والكونييت في السيرفايكال ليفل، خد بالك في السيرفايكال انت في الرقبه فوق في السباينال كورد هتلاقي كوما شيبد تراك. تعالى المجموعه دي، مجموعه اليمين كلها بتبتدي بكلمه سباينو 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 سباينو، وهم سته. الاول في سباينو سلاميك لاترال وفنترال، ده اللاترال وده الفنترال. وفي سباينو سيريبيلر، ده الدورزال وده الفنترال. خد بالك خد بالك خد بالك، ده فنترال وده فنترال لان الاثنين دول قدام، انما ده لاترال واللي ساحب لورا قوي ده دورزال. تمام، السباينو سلاميك مفيش فيها غير اللاترال والفنترال، السباينو سيريبيلر بيكون فيها دورزال وفنترال. يعني كلمه فنترال اهو كاتبها لك الاثنين جنب بعض، سواء فنترال سباينو سلاميك جوه او فنترال سباينو سيريبيلر بره. الفكره بقى في اللي ورا دول، لو لقيتها ساحبه لورا قوي يبقى ده دورزال سباينو سيريبيلر، لو لقيتها يعني ها في النص كده تبقى دي لاترال سباينو سيريبيلر. وفي حاجات ما فيهاش بقى دورزال وفنترال ولاترال والافلام دي، اللي هي سباينو اوليفري وسباينو تيكتال. سباينو تيكتال دي قدام قوي، وسباينو اوليفري دي ايه وراها شويه. دي مجموعه اليمين. مجموعه الشمال بقى العكس، بتنتهي بمقطع سباينال. في ثلاثة هم لاترال، وهم نفس الثلاثة بس فنترال، فنترال قدام ولاترال اهو، بالترتيب ار تي في، ار تي في، ريتيكولو سباينال، تيكتو سباينال، فيستيبولو سباينال، برضه ريتيكولو سباينال، تيكتو سباينال، فيستيبولو سباينال. يبقى الار تي في اللاترال والفنترال. طيب في حاجات برضه ما فيش فيها لاترو فين زي اوليفو سباينال، تمام، واللي ورا لوحدها دي اللي هي الروبرو سباينال او الريد نيوكليس، الروبرو سباينال اللي هي دي الروبرو سباينال ودي الاوليفو. واضح ان الاوليفو هنا وهنا ما فيهاش قدام ورا، يعني هنا سباينو اوليفري تراك وهنا اوليفو سباينال تراك. تمام، طيب اللي قدام دايما 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 البيراميدال، البيراميدال ده بيرمي نفسه قدام خالص بالشكل ده كده. تمام، وهنا بيراميدال برضه. طب ايه ده مش فاهم، يعني في اتنين بيراميدال؟ اه بس في بيراميدال كبير ده اللي كروست اللي عمل كروس، تمام، وفي بيراميدال صغير ده الدايركت اللي موجود في نفس المكان، لان انت عارف مفروض من الفسيولوجي ان 85% من البيراميدال بيعمل له كروس، فبالتالي هتلاقي الدايركت الكروسد بيراميدال ده اكبر، اللي هو المثلث اللي قدامك بالاحمر ده، انما الدايركت بيراميدال بيكون صغير وجنبيه السالكو مارجينال تراك. ماشي، طيب تعالى على بعدها السباينال كورد الثوراسيك ليفل. الاول عرفت ازاي انها ثوراسيك ليفل؟
إلا صغيرة ما بتوصلش الأطراف. خلاص حط نقطة وانتهينا. تعالى بقى لهنا، خلي بالك إن هو لازال سباينال كورد، فبناء عليه نفس البيانات تقريبا، بس في حاجات بتقع منك بقى لأنك نزلت تحت شوية، يعني لازال الجراسيل والكونيت والكوماشيف دي تراك، ما فيش جديد. مجموعة اليمين تقريبا زي ما هي، بس انت هتلاحظ ان في حاجة وقعت. يعني ايه؟ اللي ساحب لورا ده لازال الدورزال سباينو سيربيلر، وقدامه الفنترال سباينو سيربيلر. عندك لاترال سباينو سيراميك اهو، والفنترال طلع قدام فنترال سباينو سيراميك. سباينو اوليفري سباينو تيكتال، هو كل الموضوع ان هم سحبوا لقدام سنة، يعني ده كان الاتنين اللي سباينو سيراميك كانوا ورا سنة كده، لا هما الاتنين سحبوا، بس عددهم زي ما هو، يعني عددهم زي ما هم لسه 6، 1 2 3 4 5 6، يبقى المجموعة اليمين ما اتغيرتش. مجموعة الشمال بقى هي اللي وقع منها حاجات، كان في هنا 3 ار تي في وقدام 3 ار تي في لاترال وفنترال. بص بقى هنا ار وفي، التي مش موجوده في اللاترال، يعني لاترال ريتيكولو سباينال وفيستيبولو سباينال، التيكتو سباينال مش لاقيينها، في حين ان الفنترال بقى ار تي مفيش في، فيستيبولو سباينال مفيش منها حاجه. انا عارف الكلام ده رخم، وانا قلت لك من الاول ان هو رخم، بس هنعمل ايه؟ يبقى انت حط كده علامه على الاثنين لاترال واثنين فنترال، بدل كام 3 لاترال و3 فنترال بقوا 2 و2، واللي نقص ورا التي واللي نقص قدام الفي، قدام الفي اللي هي فيستيبولو سباينال، تمام، واللي ورا التي. طيب ممكن يجي يسالك في ديك منها جديده، حاجه اسمها ليزاور تراك، ودي من الشورت تراك اللي موجوده في السي ان اس، ليزاور تراك، او يسالك في النص سالكو مارجينال. اوكي طيب هنا برضو لازال عندي البيراميدال كروست والبيراميدال اللي هو الدايركت، روبرو سباينال لازقه في البيراميدال على طول، دي ما اتغيرتش من المره اللي فاتت. طبعا دي السنترال كانال ودي الخلايا بتاعه الجري ماتر. تعالى للي بعدها، طبعا زي ما انت شايف دي ما فيش حد عاقل هيخبط هيتلخبط فيها. عندك لامبر ليفل ما شاء الله، انتيرور هورن حاجه يعني لوز، وبوستيرور هورن ووصل الاطراف لانها بتدي عضلات ضخمه، فلازم يبقى هو ده وضعها. طب تعال نبص هنا بقى، مجموعة اليمين زي ما هو، بس تعالى نعدهم 1 2 3 4 5. الله الله الله، في واحد وقع. طب تعال نشوف سباينو سيراميك، الاثنين موجودين، السباينو سيربيلر واحد بس اللي موجود اللي هو الفنترال، الدورزال سباينو سيربيلر مش موجود في اللمبر ليفل لانك اللمبر خلاص نزلت تحت قوي بقى. فانا لو منك ممكن احط علامه اكس هنا كده عشان افتكر ان في واحد ناقص، بس الناقص ده مش هيكون غير تحت قوي، يعني اللمبر ليفل دي اقل ليفل تحت لينا خالص. ماشي يا سيدي، ليزاور تلاك لازم موجود. هنا بقى برضو فرق خطير، انت نزلت تحت قوي، فبناء عليه اللي موجود عندك هو الجراسيل بس، مفيش كونيت، كونيت دي في الابر بارت، فالجراسيل بس اللي موجود، الكونيت راحت، والسالكو مارجينا او السبتو مارجينا موجوده. طيب لا زالك برضو براميدال ودايركت، لا هنا خلي بالك بقى برضو في لقطه مهمه، هنا الكروزد براميدال، البراميدال التاني مش موجود، ده هنا السالكو مارجينا. تعالى المجموعة بقى بتاعت الشمال اللي كانوا ار تي في، اتبهدلوا خالص بقى بصراحة، بقى في اتنين لاترال بس ار وفي، التيكتو سباينال من الليفل اللي قبلها مش موجودة، يعني لاترال تيكتو سباينال ما كانتش موجودة في الرسمة دي، فاهمني؟ مفيش تيكتو سباينال هنا لاترال، وما كانتش موجودة ولا زالت مش موجودة هنا. خلاص يبقى هما الاتنين زي ما هو من الثوراسيك لللمبر، تمام؟ طيب تعالى هنا بقى قدام، هي الوحيدة بقت ريتيكولو سباينال، الفيستيبولو سباينال كده كده اختفت من الثوراسيك ليفل، والتيكتو كمان اختفت، يبقى بقوا على بعض 3. يبقى بص مجموعة الشمال كانوا 6 ب4 بقوا 3، 6 4 3، وفي حاجات كل شوية عمالة تتشال منهم، تمام كده يا ولاد؟ يبقى ده اللمبر ليفل. نيجي بقى لجماعة المظلة، المظلة بقى عندك في حاجتين، في حاجة اسمها closed مظلة دي اللي تحت، وفي حاجة اسمها open مظلة، دي closed برضو ودي الopen مظلة. بص أنا أقول لك على حاجة، هو مجمعهم كلهم هنا، أعرفهم إزاي؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم مفيش اتش شيب، مفيش اتش شيب، ده هنا حاجة كده عاملة زي الشجرة أو الخفاش، وهنا برضو شجرة، وهنا حاجة ملهاش معالم تقريبا يعني. يبقى مفيش اتش شيب، خلاص انا مش في السباينال كورد. حاجه تانية بقى،
بعرف ازاي ان دي كلوزد مظله من اوبن مظله؟ هي بتتميز دايما الكلوزد مظله بوجود سنترال كانال، يعني في قناه في النص، وانت لسه طالع برضو من الايه، من السباينال كورد، فلازال عندك قنوات سنترال كانال اللي هي مشاور عليها السهم الاحمر دي. الاوبن مظله خلاص بقى انت بدات تطلع فوق شويه، يعني انت داخل خلاص على البونز والميد برين، وشويه هتخش على الايه، على المخ بقى ذات نفسه السيربرا كورد، فاختفت موضوع السنترال كانال دي. يبقى انا بعرف، تعال بقى نرجع لهم كده، انا مثلا جات لي صوره زي دي، اولا ده مش اتش شيب خلاص، وفي سنترال كانال يبقى ده كلوزد مظله. شوف عرفتها في 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 في, في كلمتين، مفيش اتش شيب وفي سنترال كانال يبقى كلوزد مظله، خلاص خلصنا الكلام. فاضل بقى تعرف ده موتور ولا سنسوري. هو كده كده الموتور والسنسوري الاثنين في الكلوزد مظله شبه الشجره، شجرة اهي، دي فروع الشجرة كبيرة قوي كده، والشجرة ده الجزء بتاع الشجرة اهو. في هنا قولين، يعني قول الاولاني لو لقيت الجزء تخين زي هنا كده، ده الجزء ده يعتبر تخين، يبقى ده موتور. انما لو لقيت الجزء خط واحد بس كده، يبقى ده سنسوري. طب في حاجة تانية، السنسوري بيكون في حاجة تانية تحت، يعني الشجرة اهي قدام اهي والجزء رفيع، بس في حاجة تانية تحت دي اللي هي البراميدال، هنقولها حالا. إنما أنت لو بصيت للموتور، الشجرة موجودة والجذع تخين بس مفيش حاجة تحت، اعرفها زي ما أنت عايز، المهم إن هي شجرة في سنترال كانال. بص على الجذع، لقيته اتنين يبقى ده موتور، لقيته اتنين يبقى ده موتور ومفيش حاجة تحت، لقيته رفيع واحد بس كده في النص وفي هنا حاجات كده غريبة، يبقى ده إيه، سنسوري. تمام. طيب تعال نشوف الموتور ده بقى الرسمة بتاعته إيه. هو مبدئيا اعتقد لو دي جت في الامتحان، فهو يعني لو هو يعني في الامتحان يعني عايز يفيدك، مش مجرد ان هو امتحانه بس، هيجيب لك من الحاجات اللي هو معلم عليها، يمكن دي الحاجات الاكثر قيمه يعني. وعلى فكره هي مش صعبه ولا حاجه يعني، يعني مجموعه اليمين زي ما هي، بس ما اعتقدش انها تيجي برضه دورزال وفنترا سباينو سيربيلر، لاترال وفنترا سباينو سيراميك، سباينو اوليفري وسباينو تيكتال. خد بالك ان دي اقرب ما يكون للسيرفايكال اللي احنا قلناها في الاول خالص بتاعت السباينال كورد، لان فعليا دي تحتها على طول السيرفايكال. انت بتتكلم على الكلوزد مظله في اللور ليفل، يعني تحت قوي، اللي هو انزل سيكا هيطلع لك السيرفايكال بتاع السباينال كورد، فتلاقيها زي بعضها بالظبط اليمين والشمال. في بقى حاجات زياده، الجراسيل هنا واخده وضعها كبيره، الكونيت اهي، وفي عندي حاجه اسمها سباينال تراك. سباينال تراك دي رقم 3 ظهر الجديد. بص بقى هنا الجراسيل تراك، واللي قدامها دي النيوكليوس. طبعا هنا مفيش اتش شيب، بس النجوم دي معناها نيوكليس، خلايا، انما دي تراكات. جراسيل تراك ونيوكليس، كونييت تراك ونيوكليس، سباينال تراك، واللي قدامها دي السباينال ترايجيمينال نيوكليس. تمام، او بنقول عليها السباينال نيوكليس اوف ترايجيمينال نير، قول عليها ترايجيمينال نيوكليس مش هتفرق يعني. المهم جراسيل تراك، ده تراك ما دام حته فاضيه تراك، لو شاور على دي يبقى نيوكليس. تراك ونيوكليس، جراسيل تراك ونيوكليس، كونييت تراك ونيوكليس، سباينال اوف تريجيمينال، في النص سنترال كانال، وهو ده اللي اصلا خلاني من الاول اعرف ان دي كلوزد مظله، الاوبن ما بيبقاش فيها سنترال كانال. الحته دي بقى مهمه، ده قلنا عليه كلوزد براميدال 85%، هو شبه البيراميد اهو، وده يمكن من اسباب التسميه. الناحيه دي بقى الايه، الدايركت براميدال، وده مكان الديكاسيشن، يعني هو ده المكان اصلا اللي بيعبروا فيه في السي الناس، وبناء عليه الرسم على بعضها راحت فين، الرسم على بعضها اسمها موتور ديكاسيشن، فطبيعي ان هو لو شاور لك هنا هو ده مكان الموتور ديكاسيشن، ودي جذعين الشجره اللي انت كنت بتشوفهم ضخمين. يعني احنا لما قلنا انت بتبص على الرسمه دي فين، انت لما بتبص على الرسمه دي ليه بتلاقي الجذع بتاع الشجره خطين؟ لان هو ده مكان الديكاسيشن، واخد بالك، ديكاسيشن من هنا لهنا ومن هنا رايح هنا، فهمتني؟ فده الايه، الكلوزد مظله، الموتور ديكاسيشن. السنسوري حاجات بقى فرقت، اولا خط واحد في النص والسنترال كان زي ما هي، ده سنسوري ديكاسيشن، يعني السنسوري بيعدي كده بالشياكه، مش بيعدي من هنا لهنا ومن هنا، لا هو بيجي من هنا وبيعدي من الحاجات دي لهنا، يعني بيعدي من الجراسيل والكونييت والسباينال للناحيه الثانيه، جراسيل كونييت سباينال. احنا قلنا ان انت بتعرف السنسوري عن طريق ان في كلكعتين تحت كده، كلكعتين اللي تحت دول اللي هو البراميدال تراك، تمام،
وهنا ما عادش فيه بقى ديكاسيشن حصل تحت، فاللي هيكمل معاك هو البيراميدال، مش مهم بقى تقول دايركت او اندايركت، هو البيراميدال نزل تحت معاك اهو. تمام، برضو مجموعة اليمين مجموعة الشمال، يمكن في حاجات بقى جديدة كده تفاصيل بتظهر في النص، يعني زي حاجات عامة زي الشجر دي، حاجات دي اللي هي الاكسسوري اوليفري نيوكليوس. يعني انت لو بتسألني هقول لك مش مهم قوي، بس يلا ربنا معانا يعني. المهم ده الكلوزد مضلة. طيب نيجي للأوبن مضلة. الحقيقة الأوبن مضلة دايما كنت بقولها للولاد بنعرفها عن طريق إنها شبه الكلية، كيدني شيب، كيدني شيب، وطبعا ما فيهاش سنترال كانال، عشان ما حدش يقول لي إيه شجرة ومش شجرة، دي ما فيهاش سنترال كانال أصلا، فدي أوبن مضلة. خلاص، الأوبن مضلة دي فوق، وبالتالي الحتت اللي تحت دي لازالت برضو، يعني بص الصورة دي مرتبطة قوي بالصورة دي، لأن هما تحت بعض. كلوزد مضلة أو الكلوزد مضلة في الأبر ليفل أو السنسوري ديكاسيشن، يا دوب هتطلع سيكة هتلاقي نفسك في الرسمة دي. الرسمة دي لازال البيراميدال زي ما هو موجود عندي، تمام، في الأوبن مضلة. وعندي هنا واحد اتنين تلاتة موجودين ورا بعض كده، اللي هي ريتيكولو سباينال، أو الأول إيه، ميديال لونجيتيودينال باندل، بعد كده ميديال تيكتو سباينال، وميديال لمينيسكس. هو كلمة ميديال أو اللي هو واحد اتنين تلاتة، ميديال متكررة كتير ليه؟ لأنك في النص، يعني هقول لك إيه يعني، ما هو ميديال لونجيتيودينال باندل، اتنين دي ميديال تيكتو سباينال، تلاتة ميديال لمينيسكس. ماشي؟ طيب في عندك نيرفات موجودة هنا، يعني ده الهايبوجلوسال نيرف وعليه رقم اهو، تمام. طيب وفي عندك هنا رقم 10، ده الجلوسوفارينجيال نيرف، طبعا دي النيوكليوس وبيطلع منها النيرف، بس هو ما حطش عليها بيانات، فيعني ايه ما تشغلش بالك بيها قوي يعني، تمام. يبقى دي اللي مطلوب منك. دي الاوليف، ما شاء الله دايما الاوليف دي يعني ايه، هي هبان بعد كده، يعني هبان في صورة كده هتيجي في الميد برين، هوريك الاوليفري نيوكليوس وهي زيتونه فعلا يعني. المهم ده اللي مطلوب مني في الرسمه دي، اوبن مضله بالشكل ده. طبعا يا ريت يجي العلامه دي هنا، فده عباره عن الايه، عن البيراميدال تراك، ودول اللي احنا قلناهم بالترتيب، اللي هو ميديال لونجيتيودينال باندل، والميديال تيكتو سباينال، والميديال لمينيسكس. طيب نيجي احنا كده خلصنا المضله، خلاص اوبن وكلوزد. تعالى بقى اخش على البونز. البونز الحقيقة بيتعرف بالصورة دي إنه وراه السيريبيلم، يعني السلم اللي أنت شايفه ده هو السيريبيلم. طبعا مفيش سنترال كانال ولا اتش شيب، عشان ما تقولش إن إحنا في السباينال كورد أو الكلوزد مضلة. فإحنا معانا هنا زي ما أنت شايف ده السيريبيلم أهو، لأن أنت في وسط البرين ستيم، فوراك السيريبيلم بالشكل ده. طيب إيه بقى اللي ممكن يسألني عليه؟ عشان انت وراك السيريبيلم، فعندك الاحمر والاصفر دول مهمين قوي، انفيرور سيريبيلر بدانكل والميدل سيريبيلر بدانكل، ان انت وراك السيريبيلم، فالسيريبيلر بدانكل دي مهمه قوي 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 يعني. وهو ممكن يجيب لك الرسمه دي ويحط لك علامات هنا، فهتقول له الانفيرور والميدل سيريبيلر بدانكل. طيب تعالى بقى نفحر شويه في بقيه الرسمه دي، من الرسومات اللي مش لذيذه قوي يعني. هو جماعة الميديال أعتقد إن هما زي ما هو، يعني برضو ميديال لونجيتيودينال باندل، ميديال تيكتو سباينال أهي، وبعد كده الميديال لمينيسكس، وبعد كده كمل بقى الجداد باقي، الأخضر دي اللي عاملة زي كبسولة الدواء دي، دي اللي هي سباينال لمينيسكس، وبعد كده هتخرج الزرقاء دي لاترال لمينيسكس، يعني التلاتة لمينيسكاي جنب بعض، ميديال سباينال ولاترال، التلاتة هما قدام بعضها. دي حاجه اسمها بونتاين نيوكلياي اند فايبر، الحته دي كلها دي النيوكلياي، والغامقه قوي دي الفايبر، او الفايبر هي جنبها يعني، نيوكلياي وفايبر، ودي بقايا البيراميدال، الغامقه بقايا البيراميدال. يبقى الحته دي كلها على بعضها فيها ثلاث حاجات، النجوم دي اللي هي البونتاين نيوكلياي، واللي جنبها البونتاين فايبر، ودي بقايا البيراميدال تراك. طبعا دي النيرفات او النيوكلياي، وطالعه بالنيرفات بتاعتها، تمام. ده بالنسبة للبونز اللي هو اللور ليفل. طيب هو طبعا في ليفل تاني بس هو ما جابوش، فاحنا هنعرف شريحة البونز ان وراه سيربيلم عامل زي السلم. فاضل بقى الميد برين. الميد برين تحس ان هو ملوش معالم كده، يعني سبحان الله تحس ان هو ملوش معالم خالص، لا شجرة ولا سلم ولا بتاع، في سنترال كانال، بس سنترال كانال ده مش اتش شيب، يعني محدش يقول لي السنترال كانال دي
ويقول لي ان ده اتش شيب، مفيش اتش شيب، يبقى اذا ده مش سباينال كورد. طب ايه اللي كان فيه سنترال كانال ومش اتش شيب؟ اللي هو الكلوزد مظله. بس صحيح كان فيها سنترال كانال ومش اتش شيب، بس كان فيها شجره، هل في هنا شجره؟ لا. يبقى المنظر الضخم اللي قريب من الدايره ده هو الميد برين. الميد برين بيتعرف بالاستبعاد، انت بتعمل اكسكلوجن لشكل الشجره وبتعمل اكسكلوجن لشكل الاتش شيب وبتبقي بس على موضوع السنترال كانال، هتلاقي نفسك في الميد برين. زاد ان انت خلاص ده انت فوقك الكورتكس على طول مخ، فبناء عليه انت خلاص بدات تاخد شكل دائري كده بالمنظر ده. انا عندي شريحتين ميد برين، واحده اسمها اللي قدامكم دي سوبيريور كوليكولاس او سوبيريور ليفل، واللي تحتها الانفيريور ليفل. انا عن نفسي دايما بقول للعيال بتعرفها بالفتحه اللي فوق دي، لقيت الفتحه موجوده، في فتحه فوق، في فتحه فوق، حروف في كتيره اتقال، في فتحه فوق، يبقى ده سوبيريور ليفل بتاع الميد برين. انما المنظر ده ومفيش حاجه فوق يبقى ده انفيريور ليفل، يبقى فوق ده في السوبيريور ليفل. طيب لو جالي ده او ده اعرفهم ازاي؟ اشهر بيان عندك الريد نيوكليوس، ما شاء الله يعني هي ريد وكبيره قوي كده زي ما انت شايف. الريد نيوكليوس بحجمها الكبير بتبان عندك لونها احمر بالشكل ده كده. دول الاتنين دول اللي اتبقوا من الليمن سكاي، يعني احنا قلنا ان في ميديال ولاترال وسباينال، هنا ميديال وسباينال بس ورا بعض اهو. دي جراي ماتر، مش عارف مشاور عليها ليه، جراي ماتر، وفي النص دي السنترال كانال. طيب انت خد بالك ان العينه بتاعتك اسمها اصلا سوبيريور ليفل، اللي هو سوبيريور كوليكولاس، ده السوبيريور كوليكولاس او فوق، هو اكتر حاجه فوق. في حاجات في النص يعني زمان كان بيقول عليها مهمه، مش عارف دلوقتي اقول لك ايه. يعني الاثنين دول ده الترايجيمينال نيرف رقم 3 والميديال لونجيتودينال باندل. تحت هنا الحته الغامقه سبستانشيا نيجرا، ودي من الاماكن اللي موجود فيها الميلانين. ليه موجود ميلانين جوه الجهاز العصبي؟ محدش عارف، بس المهم انه موجود فين؟ في السبستانشيا نيجرا بتاعت الميد برين. تمام؟ طيب الجماعه دول ثابتين في الميد برين، سواء الليفل ده او الليفل اللي هو الانفيريور، اللي هو لاترال كورتيكو بالبر، كورتيكو بونتاين، وقدام هنا عندي كورتيكو اللي هو ميديال كورتيكو بالبر وكورتيكو بونتاين. يعني عندك هنا كورتيكو بالبر، كورتيكو بونتاين، وكورتيكو بالبر، كورتيكو بونتاين، في لاترال وفي ميديال. ميديال دي اللي ناحيه جوه، اللي هما الاثنين دول اللي جوه خالص البالبر، واللي بره الميديال كورتيكو بونتاين. هنا بقى لاترال كورتيكو بالبر ولاترال كورتيكو بونتاين، مش كده يا ولاد؟ يعني هنا البالبر هي اللي في الاطراف من الاخر، يعني دي ميديال، واللي في الطرف البعيد خالص ده دي اللاترال، هي اللي في الاطراف، سواء الطرف اللاترال او الطرف الميديال. في حين البونتاين بتبقى الى حد ما جوه شويه، دي الميديال ودي اللاترال، وده كورتيكو سباين الحته دي. طيب نشوف بعد كده الرسمه اللي بعدها. ده الانفيرو ليفل اللي ما فيهوش حاجه هنا برضو. هتقول لي ده الانفي، هي اسمها انفيرو كوليكولاس، اللي فوق خالص ده الانفيرو كوليكولاس، برضو الجماعه اللي في النص اللي اسمه دون الميديال لونجيتودينال باندل والميديال تيكتو سباينال. تمام، وفي عندك هنا اللي هو السوبيرو سيربيلر بدانكل. ماشي، احنا قلنا الميدل والانفيرور في الرسمه اللي قبلها اللي هي بتاعه البونز، قلنا الانفيرور سيربيلر بدانكل والميدل سيربيلر بدانكل. السوبيرو سيربيلر بدانكل هنا موجود في الانفيرور بتاع الميد برين، كلام جميل. ودي اللي من سكاي اهي، الحته اللي قدام دي ما اتغيرتش خالص، يعني لازال ده السبستانشيا نيجرا، ولازال اللي في الاطراف اللي هي الكورتيكو اسمه ده بسم الله الرحيم اللي هي الكورتيكو بالبر وكورتيكو بالبر. تمام، وكورتيكو سباينال وكورتيكو سباينال. تمام، وهنا الكورتيكو، هنا الكورتيكو معلش بونتاين وكورتيكو بونتاين، وهنا الكورتيكو سباينال. يبقى البالبر زي ما قلنا في الاطراف قوي كده، والقريب اللي هو الكورتيكو بونتاين، وفي النص الكورتيكو سباينال. تمام، يعني هو كل الاختلاف في الحتت دي. ماشي يا ولاد، انا عارف انها حته رخمه، يعني ما قلتلكش حاجه، انا عارف انها حته رخمه جدا، بس يعني هو هنعمل ايه، هي مطلوبه كده، وان شاء الله البيانات اللي هتيجي عليها هتكون سهله باذن الله. شكرا يا اولاد، واتمنى تكونوا فهمتوا، وشوفوا الفيديو ده كذا مره باذن الله.